بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان المدين. أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط بمتوسطة تبوك النموذجية الأهلية، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك في سلسلة التعلم عن بعد في الوحدة السادسة، الثورة المعلوماتية، ومع هذا الدرس الجديد الذي هو بعنوان المصادر. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى مع أهداف الدرس أولا. فمن أهم أهداف هذا الدرس أن نعرف سويا معنى المصدر، ثانيا أن نعرف الفرق بين المصدر وبين الفعل، ثالثا أن يعرف كل منكم نوعي المصدر وسنعرفه بعد قليل، رابعا أن يعرف كل منكم كيف يصوغ المصادر من الأفعال المختلفة، خامسا أن يحدد كل منكم الفعل الذي اشتق منه المصدر، سادسا أن يستنتج كل واحد منكم قاعدة الدرس بنفسه. ومع الآن مع التهيئة، فهنا نقرأ سويا هذه الجملة: إذا كان مصدر النفط باطن الأرض فإن كلمة استقبال مصدر للفعل. فكر، كلمة استقبال هل هي مصدر للفعل أقبل، أم الفعل استقبل، أم الفعل تقبل؟ فكر فكر. أحسنت، بارك الله فيك، فعلا استقبل استقبال، يبقى إذن استقبال هي المصدر للفعل استقبل، بارك الله فيكم. من نستنتج مما سبق أن المصدر هو ما يؤخذ منه الشيء، فباطن الأرض، فكر، أحسنت، مصدر البترول، وكلمة، أحسنت، استقبال مصدر للفعل، فكر، ذكرناها قبل قليل، ممتاز، استقبل، بارك الله فيكم جميعا. هنا أيضا نريد أن نقارن بين هاتين الكلمتين، أتأمل الكلمتين الملونتين في المثال التالي ثم أجيب وفق المطلوب. أثرت تأثيرا، أي الفعل أثر، نريد أن نقارن بينهما. فالكلمة أثر جهة اليمين تدل على، فكر، علامة تدل، هل تدل على زمن فقط أم على حدث فقط أم على حدث مرتبط بزمن؟ فكر، أثر أثر، أحسنت، ممتاز، بارك الله فيك، دلت على حدث مرتبط بزمن وهو الزمن الماضي، أثر الفعل الماضي، أحسنت، جزاكم الله خير. طيب بعد ذلك كلمة تأثيرا، هل دلت على زمن فقط أم حدث فقط أم حدث مرتبط بزمن؟ تأثيرا تأثيرا، ممتاز، بارك الله فيك، دلت على حدث فقط، بارك الله فيكم جميعا. نأتي بعد ذلك، نرجع إلى أثر، دل على حدث مرتبط بزمن، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ هذه الكلمة دلت على اسم أم فعل أم حرف، أحسنت، بارك الله فيك، يبقى إذن هي فعل، بارك الله فيكم، فعل ماض دلت على الحدث مقترن بزمن، وإذا كانت الكلمة تدل على حدث مقترن بزمن فتكون فعلا، والفعل كما تعلمون إما أن يكون ماض وإما أن يكون مضارع وإما أن يكون أمر، بارك الله فيكم. تأثيرا، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ اسم أم فعل أم حرف؟ قلنا هي دلت على حدث فقط، فكر فكر، أحسنت، ممتاز، بارك الله فيك، دلت على اسم، يبقى إذن كلمة أثر فعل، تأثيرا اسم، ويعامل معاملة الاسم طبعا في الإعراب وغير ذلك. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
والآن من خلال الاختيارات السابقة نستطيع إكمال الفراغين التاليين: الاسم الذي يدل على، فكر، ممتاز، الاسم الذي يدل على حدث مجرد من، فكر، تذكر ما مضى، أحسنت، مجرد من الزمن يسمى مصدرا. بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم. هنا يا شباب نريد أن نتأمل الكلمات الملونة في أمثلة المجموعة ألف ثم نكمل ما يلي. عندنا: عرف عن العربي الإباء، أين المصدر هنا؟ طبعا هي ملون أمامك، فكلمة إباء مصدر، كلمة إباء مصدر على وزن فعال، وفعله أبى، أبى إباء، أحسنت. في عصر ما قبل الطباعة كانت المادة المكتوبة عزيزة، أين المصدر هنا؟ أحسنت، كلمة الطباعة، ممتاز، فكلمة طباعة مصدر، طباعة على وزن، فكر، فكر، طباعة على وزن، ممتاز، بارك الله فيك، على وزن فعالة. طب ما فعلها؟ فعل المصدر هنا ما هو؟ طباعة، ما مصدرها؟ ما فعلها عفوا؟ أحسنت، ممتاز، طبعة، يبقى الفعل طبعة مصدره طباعة، بارك الله فيكم. في كل عام يطبع من الورق ما يغطي زرقة المحيطات، المصدر هنا كما ترون باللون الأزرق، زرقة، بارك الله فيكم، زرقة. طب ما وزنه؟ زرقة، فكر، أحسنت، ممتاز، على وزن فعلة، فعله زرقة، ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. نحن نعرف مشقة الرحيل في تلك الأيام، الأيام السابقة، كلمة الرحيل، أحسنت، ممتاز، هي المصدر، بارك الله فيك. طيب رحيل ما وزنها؟ رحيل، أحسنت، ممتاز، على وزن فعيل، ما فعل هذا المصدر رحيل؟ فكر، أحسنت، ممتاز، رحل، رحيل، بارك الله فيكم. نحن نعيش في عصر انفجرت فيه المعلومات كثوران بركان، ثوران، ثوران، أحسنت، هذا هو المصدر. طيب ما وزنه؟ ثوران، ثوران، ممتاز، أحسنت، على وزن فعلان، والفعل كما هو مذكور أمامكم ثارة، بارك الله فيكم جميعا. كم رأيا للأطباء حول أمراض كثيرة كالصداع أو الرمد؟ هنا المصدران صداع ورمد. صداع، صداع، ما وزنه؟ أحسنت، صداع على وزن فعال، بارك الله فيك. طيب ما فعله صداع؟ ما فعله؟ فكر، أحسنت، صدع ورمد على وزن فعل، وصدع كما قلنا قبل قليل، ورمد على وزن فعل، وفعله فكر، أحسنت، بارك الله فيك، رمد، بارك الله فيكم جميعا. سينتقل الطالب عبر آثار المنطقة فيسمع صراخ، صراخ، فيسمع صراخ، صراخ، ما وزنه؟ ما وزنه؟ كذلك عندي كلمة هديل مصدر. نريد الآن أن نعرف وزن هذين المصدرين، صراخ على وزن فعال، أحسنتم، بارك الله فيكم، وما فعله صراخ؟ صراخ، ما وزن، ما فعله؟ صرخ،
وهديل على وزن فعيل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نريد أن نقف الآن يا شباب مع هذه الأفعال وهذه المصادر، فتلاحظ أنها كلها فعلها ثلاثي. أبى ثلاثة أحرف، طبع ثلاثة أحرف، زرق ثلاثة أحرف، رحل كذلك ثلاثة أحرف، ثار ثلاثة أحرف، صدع ثلاثة أحرف، رمد ثلاثة أحرف، وصرخ صرخ وهدل، كلها أفعال ثلاثية. وتلاحظون أن هذه الأفعال جاءت على أوزان محددة، فأبى جاء على وزن إباء. لماذا؟ لأنه فعل ثلاثي ودل على امتناع. طبع طباعة على وزن فعالة، وهذا دل على حرفة، فإذا كان الفعل ثلاثيا ودل على حرفة يأتي على وزن فعالة. كذلك تلاحظون زرقاء دل على لون، ثلاثي دل على لون فيأتي على وزن فعلة، زرقاء زرقاء، حمراء حمراء، صفراء صفراء. رحل ثلاثي ودل على نوع من أنواع السير، رحل جاء على رحيل لأنه دل على سير. ثار فعل دل على حركة واضطراب، فجاء على وزن فعلان، ثار ثوران، ومثله غلا غليان، فار الماء فوران. أحسنتم بارك الله فيكم. كذلك عندنا الفعل صدع ورمت دلت على داء ومرض، فتأتي على وزن فعال أو فعل. صداع صدع صداع على وزن فعال، رمد رمد على وزن فعل. لماذا؟ لأنه ثلاثي ودل على داء. كذلك عندنا صرخ وهدل جاءت على وزن على وزنين، فتلاحظ أولا على ما يدل صرخ وهدل دل على صوت، فالفعل إذا كان ثلاثيا ودل على صوت يأتي على وزن فعال أو فعيل. صرخ صراخ، هدل جاء على وزن فعيل هديل، مثل نهق نهيق، صهل صهيل. هذه المصادر تلاحظون أنها مصادر قياسية، أي لها قاعدة تسير عليها، فإذا جاء الفعل ثلاثيا على أحد هذه المعاني دالا على أحد هذه المعاني يأتي على الوزن المحدد الذي مذكور أمامكم والذي تناقشنا فيه وتناولنا. نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع المصادر، وهو السماعي. تكلمنا عن المصدر السماعي الذي له قاعدة يسير عليها. هنا تلاحظ كلمة أخذ، ينبغي أن نستخدم تقنية المعلومات للأخذ بالرقي. فكلمة المصدر أخذ، أخذ فعله أخذ، هنا سماعي. لماذا؟ لأنه لم يدل على أحد المعاني التي ذكرناها قبل قليل. كذلك عندي بث، بث، والتقدم كما ينبغي، ينبغي عدم إلحاق الضرر وبث الفساد من خلالها. فكلمة بث، بث هنا يعتبر مصدر، ولكنه هو ثلاثي أيضا، ولكنه لم يدل على أي معنى من المعاني التي ذكرناها قبل قليل في المصادر القياسية حتى يأتي على أحد الأوزان المحددة للمعاني. فكلمة بث فعلها بث، أحسنت، وهو أيضا كما ترون سماعي. لماذا؟ لأنه لم يدل على المعاني السابقة حتى يكون له قاعدة يسير عليها فيأتي على الوزن المحدد لذلك. ونلاحظ أن أوزان المصادر الواردة في الجدولين السابقين طبعا يعتبر مصادر
سماعية، وما قبلها كانت مصادر قياسية، وكلها لأفعال ثلاثية. هنا يا شباب أوزان المصادر الواردة في الجدولين أتت على من أفعال عدد أحرفها ثلاثة أحرف. بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى الأفعال الرباعية، وكل الأفعال الرباعية أريدكم أن تستنتجوا أنتم هل هي قياسية أم سماعية أم قياسية وسماعية. فهيا بنا إلى هذه الأمثلة ونتناقش سويا حول المصدر ووزنه وفعله. قبل الطباعة ضاع كثير من الإبداع. الإبداع نحذف الألف واللام، فالمصدر عندنا إبداع. ما فعله وما وزنه؟ إبداع على وزن، أحسنت، ممتاز، على وزن إفعال. ما فعله؟ ما فعله؟ فكر فكر، أحسنت، ممتاز، أبدع. ما عدد حروف هذا الفعل؟ أحسنت، ممتاز، أربعة أحرف. فالفعل أبدع على وزن أفعل، جاء مصدره على وزن إفعال، يبقى أفعل إفعال لأنه فعل رباعي. ممتازين، جزاكم الله خير. يستخدم الحاسب في تسديد المصروفات. تسديد المصدر هنا، أحسنتم، تسديد. ما وزنه؟ تسديد. فكر فكر، أحسنت، ممتاز، جزاك الله خير. تسديد على وزن تفعيل. ما فعله؟ تسديد على وزن تفعيل. ما فعله؟ ما فعله؟ أحسنت، بارك الله فيك. الفعل سدد، كم عدد أحرفه؟ ممتاز، أربعة أحرف. يبقى إذن الفعل إذا كان رباعيا وجاء على وزن فعل، يأتي مصدره على وزن تفعيل. بارك الله فيكم. جاهد الشيخان في البحث عن الأحاديث جهادا طويلا. المصدر هنا، أحسنتم، جهادا، بارك الله فيكم. جهاد على وزن فعال. ما فعله؟ ما فعله؟ فكر فكر، أحسنت، بارك الله فيك. جاهد، فالفعل هنا رباعيا جاء على وزن فاعل، ولذلك جاء مصدره على وزن فعال، جهاد، أحسنتم، بارك الله فيكم. كان الصحابي إذا حفظ آية بادر إلى تطبيقها مبادرة سريعة. المصدر هنا كما ترون، أحسنت، مبادرة. ما وزنه؟ مبادرة، مبادرة، فكر، أحسنت، بارك الله فيك، على وزن مفاعلة. والفعل هنا مذكور أمامك، بادر. بادر على وزن، ممتاز، أحسنت، بادر على وزن فاعل. يبقى إذن الفعل بادر رباعي جاء على وزن فاعل، ومصدره جاء على وزن مفاعل. بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم. نأتي إلى المثال الأخير. إنه عصر سيطرة المعلومات. سيطرة، أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو المصدر. سيطرة على وزن فكر، أحسنت، بارك الله فيك، على وزن فعلل، أحسنتم جميعا، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب ما فعله؟ سيطرة، ما فعله؟ فكر، فكروا جميعا، أحسنتم، ما شاء الله فيك. سيطرة هذا هو الفعل. يبقى إذن سيطرة على وزن فعلل رباعي، وجاء مصدره سيطرة على وزن فعلل. نلاحظ أن أوزان المصادر الواردة في الجدول أعلاه أتت من أفعال عدد أحرفها كم؟ كم؟ قلناها قبل قليل أكثر من مرة، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا. ونلاحظ هنا يا شباب أن مصادر الأفعال الرباعية كلها قياسية، وتأتي على أوزان حسب وزن الفعل.
في الأفعال الثلاثية قلنا إذا كان الفعل ثلاثيا ودل على أحد المعاني التي ذكرناها يأتي على وزن معين، فكل معنى لفعل ثلاثي يأتي على وزن معين حسب المعنى الدال عليه. أما هنا فالفعل الرباعي مصدره يكون حسب وزن الفعل، فالفعل إذا كان على وزن أفعل يأتي مصدره على وزن إفعال، إذا كان على وزن فعل يأتي على وزن تفعيل، إذا كان الفعل على وزن فاعل يأتي على وزن فعال، إذا كان الفعل أيضا على وزن فاعل ممكن يأتي على وزن مفاعلة، والفعل إذا كان على وزن فعلل يأتي مصدره على وزن فعلل أي بزيادة التاء المربوطة على آخره. بارك الله فيكم جميعا. هنا هيا بنا نتأمل الكلمات الملونة في الجدول ثم نكمل المطلوب. اكتسحت الشبكة العنكبوتية ما عداها باعتمادها الصوت والصورة. المصدر هنا أحسنت، اعتماد أحسنت، وفعله اعتمد. ما عدد أحرف الفعل هنا يا شباب؟ أحسنت ممتاز. فعل كم؟ أحسنت ممتاز، سمعتك. فعل خماسي أي مكون من 5 أحرف. بارك الله فيكم. تستطيع استخراج ما تريد من القرص المدمجي المضغوط بضغطة زر. أين المصدر؟ أحسنت بارك الله فيك. الفعل المصدر استخراج. من يأتي لي بفعله؟ فكر. أحسنت ممتاز بارك الله فيك. استخرج كم عدد أحرفه؟ أحسنت ممتاز، 6 أحرف. بارك الله فيكم. والفعل السابق اعتمد 5 أحرف. أحسنتم جزاكم الله خيرا. من الممكن عبر الشبكة العالمية تصفح الصحف. أين المصدر؟ أحسنت بارك الله فيك. الفعل تصفح. ما فعله؟ ما فعله؟ أحسنت بارك الله فيك. تصفح. كم عدد أحرفه؟ ممتاز، 5 أحرف. نلاحظ هنا أن أوزان المصادر الواردة في الجدول الأعلى أتت من أفعال عدد أحرفها، أحسنت ممتاز، 5 أحرف، أو ممتاز 6 أحرف. 5 أحرف الفعل اعتمد، والفعل تصفح، و6 أحرف الفعل استخرج. هنا يا شباب تلاحظون أن الفعل الخماسي والسداسي أفعال مصادره كلها أيضا قياسية وتأتي حسب بداية الفعل. فالفعل إذا كان قد بدأ بهمزة وصل مثل كلمة اعتمد واستخرج، لو قارنت بين الفعل وبين المصدر تلاحظ أنه كسر الحرف الثالث اعتماد. الأول كان اعتمد والمصدر اعتي، يبقى كسرنا الحرف الثالث وزدنا ألف قبل الأخير. اعتمد اعتماد، استخرج استخراج، يبقى كسرنا الحرف الثالث وزدنا ألف قبل الآخر. والفعل إذا بدأ، وهو هذا النوع الثاني، الفعل إذا بدأ بالتاء الزائدة تصفح. أصل الفعل صفح، وهنا طبعا باعتباره خماسي تصفح فبدأ بالتاء. ولو قارنت بين الفعل والمصدر تجد أن الفرق تصفح، فضممنا الحرف القبل الأخير فقط، وهذا هو الفرق بين الفعل والمصدر في الأفعال الخماسية والسداسية. أتعاون مع من بجواري لإكمال المنظمة التالية. نريد كل منكم طبعا الآن أن يكمل هذا المنظم بعد أن يرجع إلى ما مضى ويتذكر المعلومات التي ذكرناها. وبداية تعريف المصدر. ما هو المصدر؟ أحسنت، هو اسم، فكر، أحسنت ممتاز، يدل على، أحسنت، حدث مجرد من، فكر، فكر، هذا ما قلناه في بداية الدرس، ممتاز، مجرد من الزمن، أحسنت. ما أوزانه؟ أوزانه
أولا عندنا مصادر الأفعال الثلاثية، إما أن تأتي كما قلنا سماعية أو أحسن ممتاز أو قياسية. طيب مصادر الأفعال الرباعية، مصادر الأفعال الرباعية هل قياسية وسماعية أم قياسية فقط أم سماعية فقط؟ فكر. أحسنت ممتاز، مصادر الأفعال الرباعية كلها قياسية، بارك الله فيكم. طيب الأفعال الأخرى الأخيرة التي تناقشنا فيها وحولها ما هي من حيث عدد الأحرف؟ أحسنت ممتاز، مصادر الأفعال الخماسية والقياسية وكلها قياسية، مصادر الأفعال الخماسية والسداسية كلها قياسية، بارك الله فيكم جميعا. هنا نريد أن نذكر مصدر كل فعل من الأفعال التالية مع ضبط بنية المصدر. مشى كم حرف؟ أحسنت، ثلاثة أحرف، ولكنه هل دل على أي معنى من المعاني التي ذكرناها في الأفعال الثلاثية؟ طبعا لا، لم يدل على حرفة ولا صوت إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرناها، فهنا مصدره سماعيا وليس قياسيا، فمشى. فكر. أحسنت ممتاز، مشى مشي. زمجرة كم عدد أحرفها؟ زمجرة أربعة على وزن. أحسنت ممتاز، فعلل. إذا ما وزنه، ما مصدره؟ أحسنت، زمجرة، بارك الله فيك. أهمل كم عدد أحرفه؟ أحسنت ممتاز، أربعة أحرف وجاء على وزن، الفعل جاء على وزن. أحسنت، أفعل. إذا ما وزن، ما مصدره؟ ما مصدره؟ أهمل. أحسنت، إهمال. تعاطف كم عدد الأحرف؟ كم عدد الأحرف وبما بدأ الفعل؟ ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا، خمسة أحرف وبدأ بالتاء. أحسنت، إذن ما مصدره؟ ممتاز، أحسنت جزاك الله خيرا، تعاطف تعاطف، فالطاء مضمومة، وهذا هو الفرق بين الفعل والمصدر. خفق كم عدد أحرفه؟ أحسنت، ثلاثة أحرف. هل دل على معنى من المعاني التي ذكرناها أثناء الشرح؟ بارك الله فيك. خفق دل على حركة واضطراب، فجاء على وزن فعلان، بارك الله فيك جزاك الله خيرا. استرجع كم عدد أحرفه؟ استرجع، بارك الله فيك، ستة أحرف وبدأ بماذا؟ أحسنت، بدأ بهمزة الوصل، بارك الله فيك. إذن مصدره؟ أحسنت، استرجاع. ما الفرق بين المصدر وبين الفعل هنا؟ قارن بينهما. أحسنت، كسر الحرف الثالث وزدنا ألف قبل الأخير، بارك الله فيك. ابتكر، أحسنت، خمسة أحرف، ممتاز. وبدأ، ممتاز أيضا، بدأ بهمزة وصل، ممتاز. ما مصدره إذن؟ أحسنت، بارك الله فيك، ابتكر ابتكار. قارن بين المصدر وبين الفعل. أحسنت، كسر الحرف الثالث وزدنا ألف قبل الأخير. صنع كم عدد أحرفه؟ أحسنت، ثلاثة أحرف. هل دل على أحد المعاني التي ذكرناها قبل ذلك؟ صنع، صنع، أحسنت، دل على حرفة، ثلاثي ودل على حرفة، فيأتي على وزن فعالة، صنع صناعة، كالمثال الذي سبق في الجدول في بداية الشرح، طبع طباعة. أحسنت، بارك الله فيك. وإلى هنا ننتهي من هذا الدرس، نشكر لكم حسن استماعكم ومشاركتكم، وإلى أن نلتقي مع درس جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.